السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية لكم الإخوان وتحية لجميع المشاهدين الأعزاء. المهم الإخوان، بغينا نديروا معكم واحد التحدي إن شاء الله. غادي نهبط من هنا، غنهبط من هنا كما كتشوفوا، غنهبط من هنا وغنخرج من ليه. وشوفوا معايا مزيان، الله يجزيكم بخير. المهم إذا عجبكم التحدي ما تنسوش اشتركوا معنا في القناة وفعلوا زر الجرس وديروا شي كومونتير، وتحياتي لكم. المهم شاهدوا معنا التحدي، أنا غادي نهبط. هذه راه القنطرة ديال الوادي كم، هذا تحدي. المهم هاني غادي، إلا ما لقيناش مع المشاكل هنا نطلبوا من الله ما لقاو حتى شي مشكل. هذا واحد القادوس هنايا كما كتشوفوا الاخوان والاخوات، هذا تقريبا من اصعب التحديات. ها الكابريات كيفاش دايرين الاخوان والاخوات، هاني داير وغادي نخرج ان شاء الله من الجهه الاخرى، من الجهه الخلفيه ديال القنطره المعلمه التاريخيه اللي في منطقه شياحنه وادي كم الصخيرات. المهم هاني خارج طالع، هذا يعتبر من اصعب التحديات الاخوان والاخوات. كما كتشوفوا الاخوان هاني خرج من هاد الجهه الاخرى على سلامتي. المهم الاخوان والاخوات، كان هذا هو التحدي. اذا عجبكم ما تنسوناش بالاشتراك في القناه، فعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد، وكومونتيو لينا شي كومونتير كتحفيزي، ودعمونا جزاكم الله خيرا. وتحياتي لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.